لحظات النهاية والوصول إلى خط الناموس. 12 دقيقة مشاهدينا الأعزاء، 49 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، حيث وصلت في المركز الثاني من خلال هذا الانطلاق والإبداع القوي. فكانت هناك أيضا الفائزة بدر بن بندر بن محمد الدهاس العتيبي. 12 دقيقة 50 ثانية، 7 أجزاء من الثانية كان توقيتها الزمني في هذا الانطلاق. فتخة وصلت في المركز الثالث، ناصر بن عبد الله المسند. 12 دقيقة مشاهدينا الأعزاء، 50 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. تحيتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم هنا من عاصمة الميادين، من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية ترسيلة. على بركة الله وتوفيقه ينطلق شافية الكبار ومتعة الكبار هنا في ميدان الوثبة، والثمانية كيلومترات ضمن ختامي الوثبة، ختامي الختاميات. على بركة الله وتوفيقه نسير دائما هنا مع الصدارة، مع المركز الأول في هذه اللحظات. هذا هو الحذاف ضاحي بن عبد الله بن ضاحي يتقدم هنا على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم المزعل سهيل بن حمد بن يطبع العامري، بين بينما المركز الثالث أتابع هناك القادم من السهم مبخوت بن عبد الله المنهالي يتقدم على المركز الثالث في هذا المسار. نقلتنا إلى المركز الرابع، نقلتنا مع القادم في هذا المسار والانطلاق من سلهود عبد الله بن حمد بن علي اليحافي، وصل على المركز الرابع هنا يقدم لنا انطلاقة سلهود. بينما المركز الخامس وصل وتقدم الأسد عبد الله بن محمد صحاق الموسى، هذا هو أيضا الأسد اللي محتل المركز الخامس والمركز السادس. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام من المايدي شاهين بخلفان بن راشد المزروعي، الدور دور المركز الثامن أو سابع المراكز في هذه اللحظات. ياتي شعار عمتيلة هنا متقدما مع غازي منصور بن محمد بن الويع الخيلي المركز الثامن، من الواصل في هذه اللحظات من سلاب عبد الله بن خلفان بن علي بن رفيسة الاجتبي، والمركز التاسع هذا اللي واصل المتقدم شداد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز العاشر هناك شعار بن نويصر يتقدم شعار ابو علي على ظهر قالط راشد بن علي بن نويصر المنصوري الشعار الوثباوي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي وحاضري هذه الانطلاقات من قلب الحدث أو من خلف الشاشات. هكذا الأسماء التي انطلقت شعارات مميزة قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. اليوم يوم الكبار، متعة الكبار هنا في هذا الميدان، ميدان الوثبة. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه لحظات. الحذاف من يتقدم هناك ايضا يتقدم الحذاف ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي ياتي بانطلاقه الحذاف، بينما المركز الثاني هذا هو مزعل سهيل بن حمد بن يطبع العامري اللي محتل المركز الثاني. هنا ما بين هالاثنين، ما بين هالاثنين هنا بانطلاقه مزعل، وهناك ايضا انطلاقه جميله ومميزه في هذه اللحظات انطلاقه الحذاف، بينما المركز الثالث القادم والمنطلق السهم مبخوت بن عبد الله المنهالي الذي ياتي على مستوى المركز الثالث. نقلتنا الى المركز الرابع، اشوف اللي قادم بانطلاقه الاسد عبد الله بن محمد الصعاق يتواجد في هذه اللحظات، بينما اليحافي القادم من السلطنه، القادم من السلطنه يتقدم مع سلهود عبد الله بن حمد بن علي اليحافي. ركز يا ابو حمد
جدة، هناك أيضا جماعة مشجعينك يتابعون هذه الانطلاقة وهذا المسار. بينما شعار بالويع هنا القادم في هذا الانطلاق يأتي بانطلاقة غازي منصور بن محمد بالويع على خيلي، وهناك أيضا وصول وتقدم للمايدي شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، هذا هو قالت أيضا وصل في هذه اللحظات راشد بن علي بن ويسر المنصوري. النداء الثاني هنا لهذه الأسماء، ولكن ياهي أسماء ياهي شعارات من خلف العشر المراكز الأولى، شعارات لها ثقلها في عالم سباقات الهجن، في عالم رياضة الآباء والأجداد. نتمنى التوفيق لكافة المشاركين، نتمنى لهم التوفيق بهذه الأسماء المميزة دائما هنا التي تحضر في هذه الفتى المسائية. ولكن أعود إلى البداية الأولى، أعود مع مزعل وهناك أيضا الحذاف اللي ما زال هنا على مقدمة هذا الشوط على البداية الأولى. خلاص هنا أيضا اتجاهنا إلى جسر العبور هنا والانطلاقات المميزة هنا. الله، هذا هو مزعل سهيل بن حمد بن يطبع العامري، يا سلام. المركز الثاني الحذاف ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي هنا على مستوى المركز الثاني. الأسماء الجميلة هنا، الأسماء الجميلة، ولكن ياهو قدوم من الأسماء المميزة هنا. انتصفت المسافة وهناك أيضا الحذاف، ما زال الحذاف وما زال مزعل على رأس حربة هذا الشوط، تقدم لنا هذه الشعارات الجميلة هنا والعروضات المميزة. وبنوك المستقبل وبنوك الانتاج تتقدم على الصدارة هنا بانطلاقة مزعل سهيل بن حمد بن يطبع العامري، وهناك الحذاف ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي. بينما المركز الثالث أشوف اللي قادم والواصل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، قالت وصل، قالت هنا راشد بن علي بن ويسر المنصوري هنا راعي بلشه هنا يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. مشجعينك ومتابعينك يتمنون نقطة ذهبية في هذا المهرجان، مهرجان الوهبة. يلا يا ابو محمد يا ابو علي هنا ركز بانطلاق قالت. بينما المركز الرابع القادم هناك غازي منصور بن محمد بلوي على خيلي أهالي الخزنة. بينما هنا شوف مع المركز الخامس في هذه اللحظات من الأسد عبد الله بن محمد الموسى يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار بانطلاقة الأسد. وشوف اليحاوي، أشوف شعار أبو حمد يتقدم في هذا الانطلاق في هذا المسار بانطلاقة سلهود عبد الله بن حمد بن علي اليحافي. يا سلام الأسماء الواصلة هنا والمتقدمة في هذه اللحظات. وصلكم مزاح سعيد بن سليم بن حرب العامري هنا وصل في هذه اللحظات، ما يبنى لطاري إلا في هذا المسار. بينما هناك ايضا سلاب عبد الله بن خلفان بن علي بن رفيس الاكتبي يتقدم في هذا الشوط، وهناك شعار غانم بن سعيد بن سالم العويسي يتقدم هنا في هذا المسار الجميل ويتقدم في هذا الانطلاق المميز هنا في هذه اللحظات. الهندواني، وصلكم الهندواني غانم بن سعيد بن سالم العويسي في هذه اللحظات. بينما هنا الغادم والواصل في هذا المسار الجميل من شداد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي هذه الانطلاقات وهذا المسار. البداية وين؟ الصدارة وين؟ مقدمة هذا الشوط.
الصوت يا سلام. مزعل 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 من يتقدم على البداية الأولى، مزعل على صدارة هذا الشوط مع المقدمة هنا سهيل بن حمد بن يطبع العامري. راح مزعل راح هنا على الصدارة الأولى، راح مزعل هنا على مقدمة هذا الشوط. الله، مسافة مسافة ما بينه وما بين بقية المراكز. المركز الثاني الحذاف ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي هنا 2 كيلومترات، 2 كيلومترات من لديه زود فليتقدم، من لديه زود فليتقدم هنا على البداية الأولى. هذا هو مزعل، راح بعدسات الكاميرا، راح بالمشجعين بالمتابعين في هذا الانطلاق. حرك اللي يبغي يحرك، يحرك اللي يبغي الناموس في هذا الانطلاق. المنحنى الأخير، المنحنى الأخير، المنحنى الأخير، المنصة هبانت، المنصة هبانت يا أهل الزبول في هذا المسار. وصلكم قالط، وصل قالط في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. راشد بن علي بن نويصل المنصوري، ولكن اليحافي، راح اليحافي، بدأت تصدر الأوامر في هذه اللحظات وفي هذا المسار. سلهود عبد الله بن حمد بن علي اليحافي، بينما المركز الثالث نهاب يتقدم في هذه اللحظات. فهد بن خميس بن ناصر السنيدي هنا يتقدم في هذا الانطلاق الجميل، ولكن خلاص الكيلومتر الأخير والخطير في هذا الانطلاق. خلاص هذا هو مزعل، هذا هو مزعل. سهيل بن حمد بن يطبع العامري يقدم لنا انطلاقة مزعل هنا مع هذا الكيلو، مع هذا الكيلو الخطير والمثير لدى هذه الانطلاقات، لدى هذا المسار الجميل والتحدي المثير والانطلاقات المميزة هنا. هذا هو مزعل، مزعل من يتقدم على الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذا الانطلاق. سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يتقدم مع البداية الأولى. خلاص خلاص الناموس، ناموس مزعل، الناموس ناموس مزعل. حتى هذه اللحظات هنا بينما الحذاف يحاول مع هنا الأمتار الأخيرة، هذا هو الحذاف ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي، العميمي وصل مع الحذاف هنا. يا سلام يا سلام، ولكن خلاص بن يطبع، بن يطبع الناموس عيناوي، الناموس عيناوي حتى هذا المسار مع 500 متر الأخيرة هنا. تهانينا والناموس، تهانينا لسيد سهيل بن حمد بن يطبع العامري على فوز مزعل. قام راس وانهى الشوط راس، تهانينا تهانينا من الأعماق نزفها على ظهر مزعل للسيد سهيل بن حمد بن يطبع العامري. قدم لنا هنا مزعل، قدم لنا مزعل هنا لكي يأتي بهذا العرض الجميل، لكي يختطف ناموس هذا الشوط في هذا الختامية، ختامية الوهبة. تهانينا لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية معلم بهذا الفوز والتحدي المثير. تهانينا لك يا أبو حمد على فوز مزعل هنا أيضا. هذا هو خط النهاية، ودائما يرحب بهذه النوعيات. المركز الثاني الحذاف ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي، المركز الثالث وصل هناك سلهود عبد الله بن حمد بن علي اللي حاوه، المركز الرابع وصل هناك الهندواني غانم بن سعيد بن سالم العويسي، بينما المركز الخامس وصل وتقدم نهاب فهد بن خميس بن ناصر بن خميس السنيدي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. هكذا أيضا ناموس مزعل سهيل بن حمد بن يطبع العامري، لحظات وصول إلى خط النهاية هنا أيضا. قطع 8 كيلومترات في زمن وقدره مشاهدينا متابعين الكرام. تابعنا أيضا عرضه الجميل هناك أيضا، الذي هنا أيضا أتى أيضا بفارق كبير ما بينه وما بين بقية المراكز. توقيته الزمني المرافق لهذه الانطلاق والتحديات المثيرة، توقيتنا الزمني 13 دقيقة 4 ثواني وأيضا 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس
إلى العين مدينة الخضرة والجمال مركز الثاني. وصل هناك الحذاف ضاحي بن عبدالله بن ضاحي العميمي مناتع المركز الثاني 13 دقيقة بلا شك توقيته الزمني وتسع ثواني أربع أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث وصول وتقدم هناك أيضا من سلهود عبدالله بن حمد بن علي اللي حافي بقول هناك أيضا مع المركز الثالث توقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. هنا أيضا في هذا المسار توقيت أيضا 13 دقيقة 14 ثانية 8 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس لكافة الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم